انا بحييكم وبشد على ايديكم، واحنا معاكم واي مشكله نحلها عشان الناس تشوف الشغل وان في نتيجه جيده جدا للشغل. البحث العلمي مربوط بالمجتمع وبخدمه المجتمع وتنميه المجتمع. مفيش حاجه اسمها بحث علمي لوحده. بعمل بحث علمي ليه؟ الشغل الاكاديمي البحث ده خلاص انتهى. شغل الابلايد او التطبيقي ده اللي مهم وده اللي مطلوب لبلدنا وفي الوقت ده. وبرضه برجع اقول بشد على ايد الناس اللي اشتغلت وشغل اكتر ان شاء الله لصالح بلدنا، وان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله زي ما انا قايل كده للزملاء الدكتور عبد المنعم والدكتور محمود صقر، احنا عايزين نخش بقى في قصه تانية، عايز حاجات لصالح المزارع والفلاح. ده الهدف. المشروع هو ان انت عندك سطوح مبنى مثلا على سبيل المثال، مساحة ايا كانت من 100 متر مربع الى 200 300 400 متر. المساحة دي دائما وابدا السطوح لو نظرت على سطح القاهرة من مبنى عالي هتلاقي مخلفات، قمامة، يعني منظر سيء للغاية، بالاضافة الى المخاطر البيئية والحرائق وما شابه. كل ما في الامر ان هذه المساحة اللي هي 100 متر مربع ممكن تتحول بنظام الزراعة الذكية اللي احنا بنقول عليها غير التقليدية اللي هي ما بتحتاجش التربة اللي هي الزراعة المائية، تتحول إلى وحدة منتجة تحقق ربح بتكنولوجيات بسيطة وبخامات محلية، وكمان ممكن يتم إلحاق وحدة استزراع سمكي في الأحواض اللي هي بتستخدم في خزانات المياه في العمارات اللي هي متاحة في الأسواق. جربنا المشروع على نطاق صغير جدا فوق سطح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهنا على نطاق أكبر شوية في مركز البحوث الزراعية، وكلاهما ناجح وكلاهما يدر ربح، وخلاص احنا على وشك يعني انه شركة تكنولوجية ناشئة تم تسجيلها من أو جاري تسجيلها بالتعاون مع مركز بحوث زراعية عشان تقدم هذه الخدمة. عايزين نتمنى في يوم من الأيام أن كل سطوح القاهرة تتحول إلى سطوح خضراء منتجة، وزي ما شفنا أن حامل واحد، ستاند واحد، ممكن يتحط في بلكونة في مطبخ، ممكن ينتج الخضروات اللازمة للأسرة بالكامل، وده حاجة كويسة وتفكير جديد في مشروعات إنتاجية. فكرة المشروع ده باختصار، ده مشروع متكامل بيجمع ما بين إنتاج سمكي وإنتاج خضار في نظام واحد. بيتعتمد فكرته أن السمك الشغل التقليدي بتاعه أو زراعة التقليدية أن أنا بغير المية كل يوم، لدرجة أن الكيلو سمك بيستهلك حوالي 30 متر مكعب، بيستخدم 30 متر مكعب مية، لكن إحنا هنا الكيلو سمك بيستخدم حوالي 30 لتر مية، فلك أن تقارن ما بين 30 متر و 30 لتر، كمية كبيرة جدا. النظام ده ان انا باخد الميه بتاعت السمك بالفضلات اللي فيها، الفضلات دي هي فيها النيتروجين، فيها البوتاسيوم، فيها الكالسيوم، فيها جميع العناصر الغذائيه اللي محتاجها النبات، والعناصر اللي لما بيزيد تركيزها بتبقى مضره للسمك، فانا باخد الميه بعديها على النباتات، فالنباتات تبدا تاخد هذه العناصر وارجع الميه نظيفه تاني لحوض السمك. في النص حاجه اسمها بكتيريا، فالنظام ده تكاملي ما بين السمك والنباتات في انظمه الهيدروبونيك والبكتيريا اللي انا ما بشوفهاش بعيني، ودي علاقه طبيعيه موجوده في الطبيعه. احنا خدنا الشيء بتاع الطبيعه ده وحاولنا ان احنا نكثفه في نظام تجاري زي ما حضرتك شايف.